سيادتك عندك اولاد وبتطلعهم على منصات التواصل الاجتماعي، ابشر سيادتك بالتاجر في البشر. اول حاجه خلينا نقول كده بشكل واضح وصريح، اي حد شخص مسؤول عن اطفال سواء ابوهم او امهم او الوالد الطبيعي ليهم بشكل ما انتقلت له الولايه، يعني لو هو بيستغلهم في منصات التواصل الاجتماعي بشكل ما وبيطلعهم في فيديوهات مسيئه او فيديوهات غير لائقه وهم ملهمش ان هو يوافقوا او يرفضوا، الطفل ملوش ان هو يوافق او يرفض لان هو مش من حقه، ما عندوش اراده كامله، يعني سنه القانوني لم يكتمل لسه، ما وصلش 18 سنه. فعشان كده حابين نحذر، الجزئيه دي مهمه جدا لان هي انتشرت في الفتره الاخيره، كم مهول من الفيديوهات اللي موجود فيه اطفال كتير جدا وبتظهر في شكل غير لائق، واحيانا بتظهر في فيديوهات فيها إيحاءات او الفاظ خارجه. فمهم جدا نقول ده يا جماعه، خلوا بالكم من اطفالكم لان هم القانون بيحميهم، القانون بيحميهم، القانون المصري في حاله لو حد اوى شخص وخلاه في مكان واستغله بشكل ما والاستغلال ده كان ليه عائد مادي، اي عائد ممكن يكون عائد تاني غير مادي، ليه عائد مادي، من حق الطفل ده ان هو يتصل بخط نقدة الطفل ويقول ان في حد موجود حاططني في مكان ما او بيستغل وجودي معاه وبيتاجر بيا. الطفل ما يقدرش يقول كده، بس هو لو شرح الوضع اللي هو فيه ساعتها خط نقدة الطفل من حقه ان هو يحرر شكوى ويحولها للجنة المختصة، واللجنة المختصة تحولها للنيابة العامة، والنيابة العامة تنظر في أمر الشكوى، ولو تحقق أركان جريمة الإتجار بالبشر ساعتها سيادتك أبشر، ما حافظتش على طفلك فهتتحبس. ده لازم يكون تحذير واضح، ده من ضمن الحقوق المعروفة للأطفال ولازم تكونوا عارفينها كويس.